اخويا بيروح على المدرسه، بيروح من الصبح بيلم خرده، هو جاي بيجيب لنا الخبز وبيجي بيعطينا اياه، بيفطر وبياخذ شنطته بيروح على المدرسه. واحيانا انا وقت بصير لي شغل زيتون بروح على الشغل، ابويا عاجز ما بيحسن يشتغل شيء. والله قاعد والسلامة طلعنا من الدال، جبنا الاغراض وعطيناه بلا صنة من الصبح لليل. ايه من الصبح لليل، اشو كمان؟ اشو صار معك في الليل؟ بلدنا اشتغلنا لا تدفينا وهون عم تتدفى؟ سلامتك.